الأشعريين يا لين هالليين عقيدة أهل السنة أشعري وواي متوقع أن ربنا ورنا ووي رجل أشعري العقيدة إمام النووي رجل أشعري العقيدة ووي مركا أشعري أو علماء دوا بدنيين مثلا هذا كسوق عندنا شيخ أد أو مانث أو الدنيا لغيا كانا قال أهان سومالي دنا أد يا كانا لكن الدنيا دان ليا كانا نكيب أو علماء نانك سينا ولا نكاس نعم علماء كثير سانك سينا بيجي إمام النووي رحمه الله تعالى إمام النووي أشعري هاي إمام النووي أشعري إسكما ده هاي أنا كا عندها وحنقها يا كتاب لي تاريخ الإسلام وقري إمام كي ذهبي وقري شمس الدين ذهبي محمد ابن أحمد شمس الدين ذهبي إمام النووي سوى ترجمة كسوة حضر كتاب تاريخ الإسلام لي هذا مركز وحير قلت ذهبي عندها قلت ولا يحتمل كتابنا كتابك إنما حنبارك أكثر مما ذكرنا وحن سوى شيء نحك بدن من سيرة هذا السيد سيد كان سيريس سيد كان كان سيريس سيد كان حقوق إمام النووي رحمه الله علي رحمة الله عليه ما أنت نوحاء ما ذي إمام الذهبي أشعري ذا مجعل سيد الأوقي هاي محدث هو هاي اللي يقانا لكن أشعري ذا تجعل معها لكن مع ذلك والحق يقال إمام الحق والله حق لم ينكر كريه وهو من سير سيدكم مع السيد وهذا جوا محي الله يا مكيس إمام النووي قالوا يقول الله الله يا قالوا مبتدع من هذا قالوا يقول محمد شمس الدين من إليه أو من إله كهذا ولها خطك كهذا إمام النووي أبو حنيفة بن حجر كل قالوا يقوله ما له ذو حارك عرق يرقى وحاس وقتوب بك يعني أيك يبدلين نمن كاس أو بدلين عرق يرقى اللي يرقى وقتوب بك يعني ورده هاي عارك كان سوير كيس ميجو فوق صارته كان علماء قالين هاي أنا حاس وقتوب بك يعني مركز نكا محاو فوق صارته لي وحا نكا نكي أو خوشة ونقو هجا يوي وحا نبري ذاتك قالوا نكي نبري عرق يرقى اللي يرقى يا أرك عرب إيه مرك ورك ولي واسيه ودا وكان مذهبه في الصفات السمعيه السكوت امام النووي صفات مذهب كيس وحا صفات السمعيه السكوت وامرارها كما جاءت سوى ما تين لو مري وربما تاول قليلا في شرح مسلم وحير انه اولى لك شرح مسلم ما بدنا تاويل كيس مرك ورك ان ربا ونووي رجل اشعري العقيده امام النووي رجل اشعري العقيده معروف بذلك تولوي قانا يبدع من خالفه منك عقيدة إمام أشعري خلافه إمام النووي بدعك الحكومة الجلوية مرك إمام النووي نن أشعري أوه كذلك نفتيز كتاب وقر إمام النووي وتهذيب الأسماء واللغات اللي هذا كتاب هذا نفيسه إيه تهذيب الأسماء واللغات ك وهو عدينا إمام أبو الحسن أشعري هذا عن قصينا إنه هاي معناها إمام السني إنه هاي إمام السني إنه هاي ومبتدع عن يعني هنسالك أي أشعري مبتدع وخاصة إلى لها يعني إمام النووي ترجمة كتاب كتاب الأسماء من اللي هذا أبو إسحاق الإسفرايني أبو إسحاق الإسفرايني وكان الأستاذ هو هاي أستاذ أبو إسحاق الإسفرايني أحد ثلاثة صدح لي متكود الذين اجتمعوا كل من في عصر واحد هل وقت يجوجين ما هو كل من هل وقت يجوجين على نصر مذهب الحديث والسنة حديث كي يصنع مذهب كيس مذهب مذهب كاسين أجرجران في المسائل الكلامية مسائل عقيدة مسائل كلامية مسائل كلامية القائمين بنصرة مذهب الشيخ وحقوق ما شيخ مذهب تسينا أجرجران أبي الحسن الأشعري أبي الحسن الأشعري شيخ أبو إسحاق الإسفرايني وكذا مقصد أحد يجين مين أبو إسحاق الإسفرايني وين لماذا كلمة وحاوى أبو بكر الباقلاني إنك اللي هجري الأشعري الثاني اللي هجري الأشعري الثاني كان سدحاد وحاوى إمام كل هذا أبو بكر ابن فورق هو سدحا صفوت هل وقت يجوجين مذهب أهل الحديث والسنة أجرجاريين مذهب إمام الأشعري أجرجاريين يا إمام الأشعري مذهب أجرجاريين مرك أشعري يا لين هلاينين عقيدة أهل السنة أشعري وواي